العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين المطهدين مهدين. السلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. السلام على الكبد المقطع بالسموم. السلام على القبر المهدوم وعلى الملائكة الحافين بحرمكم الشريف المستغفرين لزواركم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء يا راكبا يسري على جسرة قد غبرت في أوجه الضمر. عريب
على طيبة وانزل بها وقف مقام الضارع الصاغرين وقبل الأرض وسف تربها واسجد على ذاك الثرى الطاهرين عرج على أرض البقيع الذي يروح زور البقيع مولاه عرج على أرض البقيع الذي ترابه يجلو قدل ناظرين وذر دموع العين ماذا أصنع في البقيع قال وذر دموع العين فيها دما على ضريح السيد الباقي لكن تعرف أي ضريح هو على ضريح السيد الباقري على الإمام على إمام ما جرى ذكره بخاطري إلا جرى ناظري يعني لا أذكر إمامي الباقر إلا ترقرقت عبرتي على إمام لم يدع رزقه صبرا لجلد الورى صابر على إمام هد ركن الهدى على إمام هد ركن الهدى مصابه بالقاسم الباقري وبدر تم في الثرى غائب وإماما وسيدا وبحر علم في الثرى غائري ويلي بطل ونينة الباقر وغمض العينين وارض المدينة تزلزلت وازداد لحنين بعد يا شاعر قال أرض المدينة أرض المدينة ضوج قوضت بالنوح كله وبعد الهواشم أظلمت أظلم وأحزان نزلها والزلم تبكي والنسى الذوب أبونها والكل ينادي وغلقوا أبواب الميادي شعلوا النعشة وقامت عليه النوايح والبلد كلها ارتجت بناح وصوايع والسد الصادق ما بقى بالترب طايح مثل الصبط جدة وهل بيت الميامي والسد الصادق والد الباقر بلحظة بيوم نصب عند العزية اخلع فقده لكن اخبرني
عن أبو السجاد جده وقال بيا وقت اندفن وبيا وقت حطوا المعتم. الجواب يا مؤمن بعد ثلاثة أيام على بوغاء كربلاء. وأيضا من الذي نصب عليه المعتم؟ أمه الزهراء نصبت المأتم عليه. وكذلك لا تمر ذكرى شهادة ابن من أبنائها إلا وتصرخ وحسين أخ. شو تقول بن فايز؟ اللي قالت أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسيف وابكي على أبوهم قتيل لبن ملجم. وان كان بالله تسألوني يا هو أعظم مصايبنا علينا مصيبة حسين دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمال ولا شوف ساعة خالي من النوح بالي واعظم علي لا نعن ناعي على حسن اللي أبكي على أولادي ذبايح ذبايح يوم عاشور وأنا نصبت العزالهم ليهم وسط القبور ونسيت ضلع اللي بصير الباب الباب مكسور وعظم علي صرخة الناعي على حسين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قوله صلى الله عليه وآله لجابر الأنصاري يا جابر يوشك أن تبقى حتى تلقى ولدا لي من الحسين يقال له محمد يبقر علم النبيين بقرا فإذا لقيته فأقرئه مني السلام وعليك السلام. طيب أفواهكم عطروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
هذه الكلمة اللطيفة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله تحمل شيئين. الشيء الأول نبوءة وبشارة لجابر الأنصاري أن يطول عمره ويمتد إلى زمن الباقر عليه السلام. وأما الشيء الثاني تحمل هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وآله وصية لجابر، وهذا يعني مقام جابر. لو لم يكن جابر محل الأمانة والوصية لأوصى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صحابيا آخر، لكن هو محل ثقة النبي صلى الله عليه وآله، وصية له بأن يبلغ سلامه إلى الباقر صلوات الله عليه. والشيء الآخر، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لقب هذا الحفيد من أحفاده بلقب متميز لم يكن موجودا قبل هذا الوقت. قبل وقت الباقر ما أكو واحد يلقب بالباقر، حتى أمير المؤمنين علي سلام الله عليه مع عظمته لا تجد من ألقابه الباقر. هذا لقب خاص بمن؟ بإمامنا محمد، صلوا على محمد. هذه الليلة العظيمة ونحن نعيش ذكرى شهادته سلام الله عليه، نقف على أمرين مهمين يتعلقان به. الأمر الأول نتعرف عليه، وكل جيل ينبغي أن يعرف من هم أئمته. ليش؟ الجواب ليسير على طريقهم. إذا ما تعرف أهل البيت شلون تمشي على طريقهم، شلون تحدو حدوهم وتخطو خطواتهم. مشكلتنا لا نعرف أهل البيت إلا فقط في المأتم، لكن لما أطب إلى الدار أبتعد عن أهل البيت في سلوكي مع زوجتي، مع أولادي، مع جيراني، في عملي، أبتعد عن خطهم إن شاء الله ما نكون من هالنوع. فأول قضية نقف عليها هي التعرف على الإمام، من هو الباقر. خامس الحجج محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يعني نسبه من طرف أبيه يرجع لمن؟ لإمام المتقين علي صلوات الله عليهم أجمعين. وأمه هي فاطمة بنت الإمام الحسن الصبت صلوات الله عليهم أجمعين، لذلك يقال له علوي آل البيت، لأنه جمع بين نسب الحسن والحسين. علوي آل البيت. متى ولد؟ مولده في غرة رجب، وذلك سنة 57 هجري بمدينة جده النبي صلى الله عليه وآله. وعم بيت السجاد الفرح والحبور بمجيء باقر العلم صلوات الله عليه. عاش وترعرع وتربى في حضن الإيمان والمعرفة والعلم والإمامة. كم عاش من العمر؟ 57 سنة. وكم هي مدة إمامته؟ 19 سنة. بعد السجاد عاشها الباقر، وأعطى ما أعطى من عظيم الخدمات إلى الدين والمبدأ والفكر والنور بأبيه وأمي. وخرج من الدنيا شهيدا على إثر سم دسه إليه هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي لعنة الله عليه. قيل في سرج أعطاه إلى رجل يدعى بزيد ابن الحسن، زين، وأعطاه الإمام فصعد عليه فسر السم في بدنه الشريف. أي طريقة مبتكرة. وقيل بأنه دس إليه السم في الطعام وخرج من الدنيا في اليوم السابع، يوم الاثنين السابع
من شهر ذي الحجة سنة 114 هجري، ودفن في بقيع الغرقد حيث قبره الآن، هناك يقف عليه الزائر ويسلم. ولكن للأسف امتدت له يد التكثيرين فهدمته، وذلك في اليوم الثامن من شوال سنة 1344 الموافق 1925 ميلادي. امتدت يد التكفير لتهدم قبر الإمام وباقي الأئمة والعظماء في بقيع الغرقد، وحسبوا أنهم يهدمون فضائل الباقر وعلم الباقر ونور الباقر يطفئونه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والمشركون والتكفيريون. سيبقى الباقر وسيبقى نور على علم يهتدي به المهتدون بأبيه وأمي. ولذلك لا تتعجب إذا رأيت المؤمنين هذه الأيام تقف على قبره مسلمة ومنادية باسمه. وهذه الليلة وغدا العالم الإسلامي يضج بكاء على الإمام ويصرخ وإمامه وسيده. كنيته أبو جعفر الأول وأشهر ألقابه الباقر، حيث لقبه به جده النبي صلى الله عليه وآله. هاي بالنسبة إلى الأمر الأول في البحث. الأمر الثاني النص عليه بالإمامة وتوليه الإمامة. نص عليه الإمام السجاد عليه السلام وقال في حقه: ألا أنه الإمام أبو الأئمة معدن العلم يبقره بقرا. والله لهو أشبه الناس بجده محمد. ثاني على حب الزهراء. ثالث على حب الحسن والحسين من أجل تعجيل الفرج وفك قيد الأسرى. محمد تولى شؤون الإمامة بعد شهادة أبيه السجاد، ورأى الأمة تغوص في بحر من الجهل ظلام، لأنهم ابتعدوا قرابة قرن من الزمن عن فكر أهل البيت عليهم السلام. بأي سبب؟ بسبب الإرهاب الفكري، لأن النظام الأموي أبعد الناس عن علي، عن الزهراء، عن الحسن، عن الحسين، عن كل ما يتعلق بأهل البيت. فالناس ابتعدت عن النور وعن الرافد النقي الطاهر، لذلك الناس عاشت جهلا. فعمل الإمام الباقر بأبي هو وأمي جهده ليل نهار في هداية الأمة، وجعل من مسجد جده صلى الله عليه وآله مدرسة، فأقبلت الناس إليه من كل جانب تنهل من علمه حتى سارت بعلمه الركبان. لكن هنا لعلك تسأل سؤالا: كيف استطاع الباقر عليه السلام أن يبني مدرسته ويفتح أبوابها مع العلم أن النظام الأموي لا يقبل بهذا الأمر؟ شلون استطاع؟ الجواب: لأن هناك ظروف ساعدت الباقر عليه السلام في نشر علمه. الظرف الأول الظرف السياسي، لأن دولة بني أمية في زمن الباقر ما كانت قوية بسبب جريمة كربلاء التي ارتكبها بنو أمية، تزلزلت دولتهم في زمن الباقر، أصبحت ما لها قوة، يعني شوية وتنهار. فانشغل النظام الأموي بنفسه، الإمام انتهز الفرصة بعيدا عن أعين النظام، نصب مدرسته. زين، هذا أول سبب وأول ظرف ساعد الإمام. الظرف الثاني المستوى العلمي الذي يمتلكه الباقر عليه السلام، ما كان أحد أعلم من الباقر، والأمة فيها العطشة، ناس عطشة إلى العلم إلى النور، ربع قرن أكثر الناس بعيدة عن النور وعن علم أهل البيت. فلما سمعوا بوضع مدرسته وعلمه المتدفق أقبلوا إليه، نهلوا من علمه
من نعومة أظفاره كان مصدرا للعلم. أتخطر قضية لطيفة، رجل يجي يطب إلى المسجد النبوي، رزقنا الله في الدنيا زيارته في الآخرة شفاعته، ورأى عبد الله بن عمر قاعد جالس، طرح عليه مسألة، تحير ما استطاع يجاوب، التفت وإذا الباقر عليه السلام جالس في إحدى زوايا المسجد، كان لا يزال غلام. فالتفت عبد الله بن عمر وقال للسائل: اذهب إلى هذا الغلام واسأله، فإن أجابك فارجع إلي بالجواب. إجى السائل سأل الإمام فرد عليه المسألة بلسان مطلق وبثقة وبنور وعطاء، ورجع الرجل إلى عبد الله بن عمر وأخبره جواب الباقر عليه السلام، فقال عبد الله بن عمر: ألا إنه من أهل بيت مفهمون، علم غزير، هذا نور. وأتخطر حباب الوالبية هذه المرأة المؤمنة تنقل صورة جميلة عن الباقر في موسم الحج، تقول: إن ثال الناس عليه من كل جانب، طب الحج كل يريد مسألة، واحد عنده مسألة اجتماعية، واحد مسألة إرث، واحد طهارة، واحد حج، كل واحد عنده مسألة إجا. تقول: إن ثال عليه الناس من كل جانب يستفتونه في معضلات المسائل ويستفتحون به أبواب المشاكل. تقول: فلم يرمي، يعني ما طلع من عندهم وقام، حتى أفتاهم في 1000 مسألة. لا تتعجب، محمد بن مسلم كم أقرأه في الكتب، هذا الراوي العظيم 3000 مسألة يسأل الباقر عليه السلام. جابر الجعفي ابن يزيد الجعفي رضوان الله عليه 70,000 حديث يروي عن منه، عن الباقر، موسوعة علمية ونور، كلها من عند منه الباقر. لا تتعجب، نور، هذول كلهم نور وعطاء. يقول ابن أبي الحديد المعتزلي وهو يشهد للباقر بعلمه: محمد ابن علي ابن الحسين كان سيد فقهاء، كان سيد فقهاء أهل الحجاز، ومن هو من ابنه الصادق تعلم الناس الفقه. الناس يعني شنو؟ كل المذاهب أخذت من الباقر، مو فقط من الصادق، لا، من الباقر، من علم الباقر، من نور الباقر. زين، فإذا المستوى العلمي كان له سبب وأثر في نجاح مدرسة الإمام. وأما السبب الثالث هو عبادة الباقر، يعني بقدر ما يكون الإنسان قريب من الله يكون شخصية عظيمة، وما كان هناك أقرب إلى الله في زمن الباقر منه عليه السلام. كان يصلي في اليوم والليلة 150 ركعة. يقول الإمام الصادق عليه السلام في وصف عبادة أبيه الباقر: كان أبي كثير الذكر، واجد يذكر الله. يقول: كنت أجلس معه وأنه ليذكر الله، وأأكل معه الطعام وأنه ليذكر الله، وكان يتحدث إلى القوم ما يشغله ذلك عن ذكر الله، وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول: لا إله إلا الله. وبعد يقول الصادق: وكان يجمعنا في كل يوم، هذا بيت الباقر، لازم بيوتنا تصير هالشكل، وكان يجمعنا في كل يوم حتى تطلع الشمس، يعني من صلاة الفجر إلى متى؟ إلى طلوع الشمس، ما يخلي أحد ينام. وكان يأمر بالقراءة من كان يقرأ منا، اللي يقرأ يقول لك اقرأ، اللي ما يقرأ شنو؟ ويأمر بالذكر من كان لا يقرأ منا. هاي عبادة الباقر، خذها درس، درس عظيم، منهج صلوات الله عليه. فعبادة الباقر كان لها سبب في نجاح مدرسته وثبوتها وعطائها. وأما السبب الآخر هو أخلاقه، الإنسان إذا عنده علم وما عنده أخلاق الناس تقبل عليه؟ لا، كثير من الناس وصل إلى رتبة الاجتهاد لكن أخلاق ما عنده، الناس بعد تقلده تسير على طريقة تأخذ من علمه، لا. الباقر ما كان عنده فقط علم، عنده أخلاق.
عنده أخلاق جدا جميلة مع المسلم وغير المسلم خلوق. وأتخطى القضية لطيفة، رجل مسيحي التقى إمامي وإمامك الباقر عليه السلام، فأراد أن يستفز الإمام. قال: يا بقر. قال: لا، أنا لست بقر، أنا باقر. ما الإمام ما غضب. قال له: يا ابن الطباخة. قال الإمام: تلك حرفتها. قال: يا ابن السوداء الزنجية البذيئة، لأن الإمام الباقر أكو عنده مربية زنجية أم ولد يسمونها، فكان يناديها يا أمه هذا الباقر. فهذا النصراني انتهز الفرصة، قال: يا ابن السوداء الزنجية البذيئة. الإمام التفت إليه قال: إن كنت صدقت غفر الله لها، وإن كنت كذبت غفر الله لك. الرجل النصراني شلون صارت ردة فعله؟ رمى بنفسه على قدمي الإمام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد. وأن جدك محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. دخل الإسلام من لحظة. من أخلاق الباقر لما يمر على إنسان مبتلى، أكو ببلية مريض أو شنها القبيل، ما يقول في وجهه أعوذ بالله، لا، يقفل استعاذة حتى يمضي عنه، لأنه حافظ على مشاعر منه الآخرين. هذه أخلاق الإسلام وحضارة الإسلام. ومن أخلاقه كان يتصدق في كل جمعة بدينار. دينار شنو؟ ذهب. وكان يقول: لعظم وبركة يوم الجمعة على سائر الأيام. ولأن الصدقة تضاعف فيه ماذا؟ أضعاف. يا باقر العلم لأهل التقى، وخير من لبى على الأجبل وذلك المولى الذي أهدى له. الهادي شريفة تحية مع جابري. هو ذلك النور الإلهي الذي يغنيك عن نور الصباح السافري، فضل كمنبلج الصباح، وهمة أوفت على العليا أو على فلك النجوم السائري، ويد إذا انتجع المؤمل رفدها أوفت عليه بكل نوء ما طري جل الذي أولاه مستنى العلا، فالنجم يرمقه بطرف حاسري. يقول الصادق: كان أبي الباقر عطاء جواد، يعطي الأكياس من الدراهم أقل شيء 300 درهم، كان كريم سلام الله عليه. لذلك جذب الناس بعلمه بكرمه بأخلاقه بفضائله بمعاجزه، إذ يجعل من تلك النخلة اليابسة نخلة خضراء تعطي ثمر. مر عليك القضية. ويأكل من ثمرها ويحفر الأرض بيده ويتدفق الماء كما مر عليك في كتب سيرته، ويشرب من معه من ذلك الماء الزلال، كله معاجز وكله نور. ولعمري استطاع أيضا أن يؤسس هذه المدرسة، لأن هناك من حكام بني أمية من لم يضايقوه، كعمر بن عبد العزيز، كعبد الملك بن مروان الذي كان يتورع عن سفك دماء العلويين كما يقول الحسني في كتابه سيرة الأئمة 12. ولكن هشام، لعنة الله على هشام بن عبد الملك، ما كان يقيم وزنا لإمامي وإمامك، لصاحب الفضائل والعلم والعبادة، فضيق عليه وأمر بأخذه من المدينة إلى دمشق الشام، وحبسه 3 أيام مع ابنه الصادق، ثم أدخله عليه، يعني ما خلاه يدخل عليه لإهانة الإمام وابنه، وبعد ذلك سجنه في معتقله. الإمام مع المساجين أصبح مدرس. المجرمين تحولوا إلى مؤمنين، وطلع من السجن مرة أخرى ليرجع إلى مرابع جده النبي صلى الله عليه وآله، ولكن هشام لعنة الله عليه ما تركه لحال سبيله، بل أخذ يضيق عليه وعلى شيعته حتى ثار عليه زيد وقتله مع أصحابه وصلبه في الكناسة، ووصلت
ووصلت النوبة على إمامي وإمامك فدس إليه السم القاتل. ثلاثة أيام الإمام الباقر على الفراش والسموم تقطع أمعاءه كالمواسي أو كالسكاكين، حتى إذا اقتربت منيته وأحب الله لقاءه التفت إلى ابنه الصادق عليهما السلام، أعطاه سلاح رسول الله أمير المؤمنين الكتب، ونصبه إماما من بعده بأمر الباري عز وجل. ثم قال: بني اسمع، بني إذا أنا متغسلني حنقني كفني صل علي، احملني إلى قبري وارفع قبري أربع أصابع ورشه بماء. اختنق الصادق بعبرته، ضج بيت الباقر كل يصرخ وإماما، ولا يزال الباقر يبدي وصايا حتى عرق جبينه. سكن أنينه وعند احتضار الموت مدن يديه، أسبل رجله، أغمض عينه، قرأ ياسين حتى ختمه. وإذا وقعت الواقعة: وإنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأطبق فاه وفاضت روحه المقدسة، فأين المنادي وإماما؟ وسيدا، صرخ الصادق وأبتا، ارتفعت الضجة من بيت الإمام، تزلزلت المدينة، ماجت بأهلها كموجان السفينة براكبها. شو تقول أبو يوسف في هالموصف، في هالصفة، في هالحادثة، في هالمصيبة؟ قال: الباقر قضى مسموم والعالم بزلزال، وجعفر الصادق نهض للتجهيز بالحاء، غسل سمي المصطفى ولف بالأكفان، وتذكر وصاب الجرع همنال مروان، وعند السرير تقرحت قلوب وجفان، وعند الوداع ارتفع بالحسرات والواء. بعد ابو يوسف قال: يا ساعة التوديع شم من شقة جيوب، وشعور منشورة، وكم ذابت من قلوب. رفعت جنازة الباقر وقصدوا ابن عش المصطفى وصاحوا: يا مهيوب، ابن القضاء مسموم من نستخبر الحال. ضيفك يا ابو ابراهيم واصل لك تلقاه، نشدة تراسا من الأعادي قطع معاه، قوض من الدنيا وبحر علمك فقدناه، من عقب ما قاسه من العدوان لهوى. آلي صارت الضجة يوم جابوا النعش يمه، بثوا شكاية جار عدوانه وسمى، ودوا تالي للبقيع القبر عمه، وسيل المدامع فوق قبر المجتبى. بعد الآن انحفر القبر يا مؤمن، تريد تودع إمامك وياي لولا؟ بقلب حزين بدمعة ساكبة الكل يصرخ وإمامه، حفرة وضريحة يم بي زين العباد، وجعفر بقلبه من المصيبة اشتعل وقاد، شال علي دو نزلوا بيه الألم زاد.
وعاين البقعة والدمع بالخد هما. كل الفخر قلها يا بقعة مجتمع بيك، مستودع أسرار النبوة في مطاويك، تالي أصير لهم أنا الرابع وجيلك. طيب المعيشة من عقب فرقاهم محا، وأخذوا يهيلون التراب على إمامي وإمامك، فأين المنادي وإماما؟ السيدة والصادق ينظر إليهم، لأن الابن لا يهيل التراب على أبي، لأن ذلك يقسي القلب، وهو ينظر تقطع قلبه سالت عبرته. لو تراب القبر وتحنيت ضلوعه، ما اسمع منه عندك وانا راح اختمها. على تراب القبر وتحنيت ضلوعه، اروى تراب اللحد من جاري جاري دموع، انادي عز انشال ما نرقب ارجوعا، شمت تعدانا والذي راد العدونا. أخ على إمام ذكره ما جرى بخاطري إلا جرى مدمعي، على إمام رزقه على إمام هد ركن الهدى مصابه بالقاسم الفاقر، وإمامه وسيده، ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقبل عزانا، شافي مرضانا، قضى حوائجنا، سهل مطالبنا، فك كل أسير، رد كل غريب، اكشف هذه الغمة، هذه الأمة بجاه بحق محمد وآله، سرج الظلمة صلواتك عليهم أجمعين. بحق صاحب هذه الليلة اقض حوائج المؤمنين، سادتي مؤمنين، اللهم اقض حوائجهم، فرج عن المساجين، رد كل غريب إلى وطنه، انصر من نصر الدين، خذل من خذل الدين، إلى أرواح موتى المؤسسين، موتى جماعتي الحاضرين، من مات على الإيمان، الشهداء والعلماء الأبرار، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.